مرحبا. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة استفزت الكتار من الناشطين من أيام قليلة، بتظهر عشرات العاملات الأجنبيات قاعدين على الأرض بمطار رفيق الحريري الدولي. الصورة يلي لاقت اعتراض كبير وانتقادات كتيرة، اتهمت إدارة المطار بالعنصرية، قامت بتصويرها إحدى القادمات بالمطار قبل ما تنشرها على صفحتها مع تعليق بيقول الشغل مش عيب، العيب إنك ما تحترم غيرك. هالصورة تفاعل معها رواد مواقع التواصل، ولكن بحسب المواقع إخبارية بعد الخضة يلي صارت أكدت إدارة المطار أنه ما إلها علاقة بجلوس العاملات على الأرض، وهن كانوا ناطرين إنهاء معاملاتهم والمقاعد المخصصة للجلوس كانت قريبة منهم. توفي الممثل فيرن تروير المعروف بشخصيته ميني مي بأفلام أوستن باورز عن عمر 49 سنة. انتشرت صور الممثل يلي طوله ما بيتجاوز 81 سنتيمتر على السوشيال ميديا، حيث عبر العالم عن حزنه لأنه خسر شخصية كلنا ربينا معه. وظهر على صفحاته على مواقع فيسبوك وإنستغرام منشور أعلن عن خبر وفاته. أما العائلة فاكتفت بكتابة الكآبة والانتحار، هن مسائل جدية جداً. ننهي أخبارنا مع انتشار فيديو للوزير السابق وائل أبو فاعور خلال جولته الانتخابية براشية، بيظهر فيه إلى جانب مجموعة من الأولاد عم بينشد ويعلمون يرددوا وراء النشيد الاشتراكي. الفيديو عم بيلاقي انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي من بعد ما تم تصويره من أيام قليلة. من ضربة المدفع يا شعب لا تفزع، من ضربة المدفع شو عايز؟ اصمد ولا تركع، اصمد ولا تركع، انت القوي الجبار، انت القوي الجبار. برافو. لهون منكون وصلنا لنهاية ترند، يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.